نحن أمة يمنية، تاريخنا معروف، ثقافتنا إسلامية، ثقافتنا قرآنية، أجدادنا الشوكاني والصنعاني وأويس القرني وجرير بن عبد الله البجلي، لنا مواقفنا مع الإسلام ومع محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بالنهاية اختزل تاريخنا هذا الاختزال، وننكفى هذا الانكفاء إلى أننا نرجع أمة راقصة وأمة مغنية، نصفق للمغنين والراقصين بالوقت الذي الدماء تسيل من حوارينا. هؤلاء لن يرحمونا، هؤلاء سيفسدون وأبناءنا ونساءنا وأخلاقنا وقيمنا، وكل يوم سيذبحوا لنا رذيلة، وإذا تكلمنا قالوا أنت محرم. هذا الصوت الذي يرفعونه علينا لن نقبله أبداً، لن نقبل هذا الصوت وهذا الإرهاب علينا. نحن سنتكلم بما أمرنا الله به، يرضى من يرضى، يسخط من يسخط. لا أعلم هذا التحريض المخيف علي بسبب فرقة وطنية حضرت لحفل رسمي كان متعارف عليه طوال الفترات السابقة. هذا التحريض هو ما أدى إلى أن أشعر أنني مهدد في حياتي. اليوم الفجر احترقت سيارتي بفعل هذا الخطاب، عندما يقول شيخ من على المنبر أحرقوه. احنا وصلنا لمرحلة في تعز البالطة الملونة ما نقدرش نلبسها بشكل كبير بسبب انه يقول لك حرام، لو معك لو لقيت زميل بالشارع ما تقدرش توقف معه، هذا اختلاط، فهذا مش موجود اطلاقا. ايضا التحريض هذا احنا كل ما تقدمنا خطوة في تعز التحريض ضد شخص معين يرجعنا مئات الخطوات الى الخلف. التحريض على المثقفين والناشطين من على منابر المساجد هو خطير جدا، لأنه يضفي نوع من القداسة الدينية على هذا النوع من التحريض، مما يؤدي إلى انتهاك كثير من الحقوق والحريات، وأنا أعده إحدى حلقات الاستبداد الفكري الذي يولد لنا مستبدين جدد داخل هذا المجتمع. وأرى أنه هذا وأعتبر هذا عدوان على الإسلام الذي جاء مدافعا على قيم الحرية والحقوق والحريات.